احنا مجموعة مقدمة للاتحاد، دخلنا تو في ضرب جوع مفتوح عن الطعام، حقنا في الشغل والحرية والكرم الوطني، حقنا في الشغل، حقنا في الشغل، حقنا في الإنصاف، حقنا في الشغل. احنا فهمنا من ذوي الشهادة معطلين عن العمل، في فرز أمني، في إقصاء. توجهنا فهمتني للوزارات، توجهنا يعني صلة الإشراف لكن ما استجابتش. نعتقد أن احنا من الناس من الشباب الثورة اللي قاد وحرك فهمتني وساهم بشكل متقدم في إسقاط بن علي. توجهت لنا ألف التهم فهمتني كقلب نظام حكم، المشاركة في جمعية غير مرخص فيها، تأمر على أمن الدولة، وهلما جر من فهمتني المتهم اللي وجهها بن علي فهمتني للناس اللي احتجها. اليوم القضية متاعنا نعتقد فهمني بعد 3 سنين من أحداث الثورة ما فهمش حاجة جديدة. حاولنا كنا فهمني ناس فهمني طمحنا وفرحنا بالثورة على أساس تحقق لنا المطالب متاعنا، لكن المماطلة والتسييف خلانا نمشي لضرب جوع. ضرب جوع هذايا سميناه الإنصاف والكرامة. الإنصاف هنا فهمني كشف الحقيقة ومحاسبة جلادينا. احنا فهمنا معطلين على العمل فينا 12 و5 سنين و6 سنين معطل على العمل. اليوم فهمني نطالبوا بحقنا في الشغل. احنا مانيش باش نرفعوا ضرب الجوع الا اذا كان فهمت تحقق المطالب تاعنا، خاصة في الحاقنا بالعفو التشريعي العام وتمكيننا من حقنا في الحياة، حقنا في الشغل. حبيت نضيف على رفيقي حمزة فهمتني اللي الحالة الصحية في الحقيقة نتاع بعض المضربين بدت تشهد نوع من التدهور، واخر حاله صارت هي نتاع المضرب رشيد حمودي بكري، معناتها تعرض لكريز ازمه يبدو انها ازمه عصبيه. فالحقيقه معناها هذا كل صاير، ونتوقعوا في النهارين هذوما الجايين ثم بعض المضربين معنا اللي ثم مؤشرات اللي تدل اللي هم حالتهم باش تزيد التدهور اكثر. معناها هذا هو ما بكري هذا كله، رغم هذا الكل معناها ما فهمش الى حد الان حتى تجاوب فعلي من السلطه المعنيه.